السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. فيديو جديد في القناه ديالي. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتفعلوا الجرس وتكثروا من لي لايك باش يوصلكم كل ما هو جديد. بالنسبه لفيديو ديال اليوم، غادي نقدم لكم كيك بفلون كيجي خطير ولا اروع. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، ناجح 100% وبمذاق جد رائع، وكذلك كيك اقتصادي وفي متناول الجميع. باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. غادي ندير 3 ديال البيضات، مع قبيسة ديال الملحة، بالنسبة للمقادير عندي جوج خمارات حمرين، سكر بنكهة الفانيلا، كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيدة، معلقة كبيرة ديال معلقة صغيرة عفوا ديال القهوة، والدقيق حسب الخليط، والكاكاو. هنا درت 3 ديال البيضات مع قبيسة ديال المليحة. غادي نضيف عليها كاس ديال السنيدة، فانيليا او السكر المنكه بالفانيلا. غادي نطرب هادشي مزيان، ديال العنبة ديال الحليب مع كاس كبير ديال الزيت، وغادي نعاود نطلع هادشي. ثم معلقة صغيرة ديال القهوة، بالنسبة للدقيق راح يبقى على حساب الخليط. هنايا عندي 3 المعالق كبار ونص ديال الكاكاو، غنزيد دابا الدقيق تدريجيا وغادي نغرب مزيان هاد الخليط ديالي. هنا كيتبقاو لنا الكويرات،
نكمل هادشي اللي بقى ليا هنايا. نزيد شويه ديال الدقيق غادي ندير معاه جوج خمارات حمرين. انا متاكده هاد الكيك غادي يعجبكم وخصوصا غادي يعجب وليداتكم والمحب الشوكولا. غادي يعجبهم بزاف، انا كذلك من محبين الشوكولا. صافي غادي نخلط، نخلط مزيان، هانتوما من التحت للفوق. هانتوما بالنسبة للدقيق ديرو نوعية جيدة، راه كاين الدقيق لي تيشرب وكاين لي متيشربش. هانتوما ندير معلقة هذا خصني شي شويه ديال الدقيق وغادي نعاود نضرب هاد الكيكه مزيان. باقي ليا شي حبيبات هانتوما شحال ديال الدقيق. غادي ندهن المول بالزيت دهنوا المول مزيان باش ما تلصقش لكم الكيكه. غادي نرش الدقيق بغيتو تدهنو المول بالدقيق دهنوه، ما بغيتوش يبقى لكم اختيار. غير الزيت ولا الزبده راه كافيه بوحديتها، غير انا تنفضل ندهن بالدقيق. صافي
وهكذا كيكون القوام ديال الكيك. غادي نطلعو الفوق هكا من الفوق باش تطلع لكم الكيكة زوينة. بالنسبة للفران يكون بارد ميكونش سخون. صافي انا غادي ندخلها للفران ونتلاقاو في الطبقة الثانية ديال الفلون وفي التزيين ديالها. هانشوفوها كيفما كتشوفو مني حطيتها. وها هي الكيك بعد ما كنخرجها من الفران كيفما كتشوفو معايا مازال سخونة. غادي نثقبها غير شي شويه بالفرشيط كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نخوي عليها كاس ديال الحليب مازال عندي مجمد. بالنسبه للحليب يكون بارد او الكيك تكون سخونه او لا الكيك تكون بارده والحليب يكون سخون. غادي نخليها تشرب هذا الحليب مزيان وغادي ندوزو للطبقه الثانيه نصيبوها. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاج جوج باكيات ديال الفلون او وحده كبيره، معلقه كبيره ديال النشا، جوج معالق كبار ونص ديال الكاكاو المر. انا غادي نستعملو باش يلون ليا الفلون ديال الكراميل يولي ليا لونو كحل وكيعطي نكهه زوينه للطبقه ديال الفلون. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان وعندي هاد ثلاثه ديال لي مورسو ديال الشوكولا كيعطي نكهه زوينه. وهنايا في كاسرونة عندي نص سيترو ديال الحليب. نبداو دابا طريقه التحضير. قبل ما نشعل البوطه غادي نضيف هاد المكونات. ديال القهوه صغيره الكاكاو ثم النشا والفلون. غير جربوا هاد الكريمه كتجي غزاله بزاف. بنينة صافي غادي نحرك هادشي مزيان عاد نشعل النار باش ما يتكورش لينا مني نشعلو البوطة يكون الخليط كامل متجانس كلينا متجانسين. انا شعلت دابا البوطة وغادي نبقى نحرك. Thank you.
بالنسبه انا خليت الكاك حتى بردات مزيان هانتوما. الا ما برداتش وضفتو هاد الكراميل اللي عندنا هنايا، هاد الكريمه راه غادي تفصل الكيكه وغادي تهبط لتحت والفلون غادي يطلع الفوق. من الاحسن خلوها حتى تبرد، تكون حاجه بارده وحاجه سخونه. غادي نبدا نخوي هاد الكريمه، بالنسبة للتزيين غادي نزينها بحبيبات الشوكولا، هانتوما كيف ما كتحطو كتجمد الكريمة. بالنسبه لاكريم تقدروا تزيدوا فيها السنيده جوج معالق كبار، انا ما ضفتش السنيده باش تجي حلوه بزاف. تقدروا ديروا الفيرميسيل ديال الشوكولاط كيبقى تزيين حسب الرغبة ديالكم. صافي وغادي ندخلها للمجمد لمدة 4 سوايع أولا 3 باش تجمد لينا الكريمة ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهكذا كيكون الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم. انا عاود درت ليها الشوكولا من الفوق زينتها ليه، كتجي ناجحه واقتصاديه وكذلك راه في متناول الجميع. غادي نقطع معكم الكيك كيفاش كتجي، غير خلوها مده ساعتين أو 3 سوايع. أنا زربت عليها هانتوما هي كيف كتجي، تجينا غزالة بزاف وفازقة من الوسط ولذيذة. نتمنى على فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وكذلك كتجينا قطنية من الوسط نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.